ما بهالاشياء اللي لكن يظل بعض الناس يمر يعني يمكن يشوف اسم الشارع غريب يقول ليش انت سميت الشارع بهالاسم؟ ما يعرف ان هذا له خلفيه وتراث. هاي خاصه في جميره موجوده. نعم عند ميالس ميالس الطواير هني. نعم او نعم. ميالس السموقه الدوار مو بالدوار نسيت والله انا مسجل هناك عندنا. يعني شفت الشوار حتى مسمياته. نعم. يعني مسميات البحر والمحامل وشيء حلو يعني هذا شيء يحفظون يعني يحافظون على التراث اكيد. نعم. دوار في المحامل نفس هذا تقول دوار انت قلت دوار ما غلط في دوار حق المحامل بعد بعده. نعم نعم. إذا عزيزي الشيخ خلونا نطرح السؤال الأول اللي يقول هذا السؤال جائزة سباق القفال الأولى كانت 2,000,000 درهم فكم كان حجم الجوائز في العام الماضي؟ هذا السؤال على الشاشة وبنحط لكم أيضا أرقام الهواتف. أعطوني الأرقام اللي ما أشوفها الشباب في الكنترول. كم الرقم؟ 0 0 5 6 6 8 1 8 6 3 6. والثاني نفس الرقم آخر شيء 3 7. زين عيد الرقم 0 5 6 6 8 1 8 6 3 6. السؤال يقول جائزة سباق القفار الأولى كانت 2,000,000 درهم هذا السباق الأول في سنة 1991 فكم كان حجم الجوائز في العام الماضي؟ كم المبلغ؟ اللي بيتصلوا بيجاوب بيحصل 1,000 درهم من نادي دبي الدولي لرياضات البحرية. في اتصال؟ يلا نقول بسم الله. ألو 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 انقضى على الاتصال؟ لا لا معاكم. الو الو. نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله اختي. معكم جواهر. جواهر منو؟ علي. من وين جواهر؟ من الشارجه. من الشارجه. تابعتي السؤال اللي طرحناه؟ ايه. كم الجائزه كانت؟ يعني ها خيارات؟ ها؟ ها خيارات اللي كانت على الهواء 8 9. ما ادري انا حطوا خيارات على الهواء. اختاري اختاري رقم. 8 10. متأكدة؟ إن شاء الله. ولا تغيرين؟ لحظة تباني أغير. لا أنا ما أقولك تغيرين ما لي خص أنا. 10 10. متأكدة خلاص؟ مبروك. 1,000 درهم لك يا جواهر. مشكورين. أعطينا اسمك الثلاثي جواهر علي منو؟ شمس. شمس؟ هي من الشارجة. جواهر علي شمس من الشارجة. إن شاء الله تين يوم. متى تين نادي؟ عادي يوم بتشوف إن شاء الله. مستعيلة تبين للف حق رمضان. حق العيد. بس نحن تابعين السباق سباق القفال أختي جواهر. اليوم أول يوم بدت إن شاء الله تابعكم كل يوم. مب عشان الجوائز ها؟ سام سباق بعد. مب عشان الأسئلة. لا أنا باش تابعين لأن اليوم هذه البرامج هذه يعني تثقف الناس تعرف الناس بالتراث. لازم يبان نتابع. الله يوفقك ان شاء الله. مشكوره يا جواهر. تمرين النادي ان شاء الله في نادي دبي الدولي لرياضات البحريه تعطينهم اسمك وطبعا الاسم راح يكون عندهم موجود. 1,000 درهم مقدمه من نادي دبي الدولي لرياضات البحريه. مبروك عليك يا جواهر. اذا نتكلم اخوي استاذ احمد عن موضوع تكلمنا عن الملاحظات والامور اللي ايضا تصلكم اليوم ما شاء الله تعاونكم انتم مع المؤسسات والهيئات الحكوميه في دبي تعاون مثمر يعني ما شاء الله احنا يمكن استضفنا مجموعه كبيره من الدوائر المحليه سمعنا هناك في تعاون كبير من خلال الانقاذ من خلال الاسعاف من خلال يعني الامور اللي هي اهم شيء فيها السلامه. صحيح. وهذا يمكن من الاهداف اللي وضعها سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد انه سلامه الناس اهم من يعني قامت السباق من السباق نفسه. نعم. فهذه يمكن انتم عندكم انظمه من خلال اكيد. نعم في لوائح تنظيميه معتمده في النادي لاقامه كل سباق ايا كانت فئته. مثل ما قلت سلامه المتسابقين اولويه دائمه في اقامه اي سباق. حاليا لجنه منظمه تتابع الحاله الجويه اللي بتكون ان شاء الله يوم السبت وبتبلغ المتسابقين حتى قبل لا
ينتقلون الى جزيره صغير بنعير على اساس يكونون على علم ان الحاله الجويه تسمح باقامه السباق او لا قبل يصيرون الصير؟ اكيد ان شاء الله، لان يعني بيكون فتره الـ لان حال في برامج موجوده تعطيك حاله البحر يعني حتى ثلاثة ايام قبل تتابعونه يوميا استاذ؟ اي نعم، في عندنا برامج معتمده عند اللجنه المنظمه. ان شاء الله ما في احتمال تاجيل؟ لا لا ان شاء الله ما في اي احتمال للتاجيل، لكن مثل ما تعرف اهل البحر ادرى منا نحن. نعم. لذلك يكون في تشاور دائم مع النواخذه، نشوف حاله الطقس هل هي تسمح باقامه السباق. يعني خاصه انا سمعت ان حتى السباقات السابقه كانت في حاله البحر تكون قويه يعني سرعه الرياح، ومرات يوصلون مثلا قامة السباق الساعه 6 الصبح يوصلون الساعه 2 الظهر، لكن في منهم يوصلون المغرب على حسب. نعم نعم، سرعة مره وصلوا المغرب مره وصلوا 1:30. نعم يعني هاي كلها حسب الطرحه. نعم. بعد حسب الطرحه صح. حد ماخذين عالي، حد ماخذين سافل. نعم. سايبه وين تجيبهم، لكن نعم. الحمد لله تعاون الجهات المعنيه هي اللي تسهم في انجاح السباق، ودائما احنا نعمل بروح الفريق الواحد اللي عودونا عليها قيادتنا الرشيدة. نعم. أنا دائما العمل بروح الفريق الواحد هو اللي يسهم في إنجاح أي عمل. نعم. يتم قام. فكرة اليوم الاحتياطي اللي هو يوم 20. نعم. ما شوف إنه فترة طويلة فيها أسبوع. هي الفكرة إن إحنا تقييم السباق في يوم إجازة. أنت ما تبغي إن كان طلبة عندهم مدارس أو كان موظفين عندهم أعمال، ما تبغي يعني يتأثر على أعمالهم أو كان على دراستهم. فكان التشاور مع سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد لما انتقلنا مع سموه، وكان اختياره هذا اليومين أنه يكون في يوم رئيسي ويكون في يوم احتياطي، وإن شاء الله بإذن الله أن يكون إقامة السباق في اليوم الرئيسي. نعم، لأن هاي تدري أنت عملية مكلفة شوية أو متعبة. نعم. بالنسبة للبحار إذا ساروا ليزيرة وتم التأجيل، ترى تأجيلها من سبحان الله يعني. نعم. على حسب الجو، على حسب مثل ما قلنا احنا سألنا أستاذ أحمد والكل عارف أن الشيخ حمدان هدف الرئيسي السلامة. يتأجل السباق ما يتأجل ما يقام، أهم شيء السلامة، لأن تدرون ساعات متي سايبة قوية و... نعم. وهو وشمال وهذا، فأعتقد الآن جدموه لأن دروا أن السب يستي طوفان بيستي هو وهذا جدموه صح. قبل صدق يعني جدموه. في اليوم الأمور تطورت. نعم. معرفة مثل ما قال أستاذ أحمد أنه معرفة الجو خلال ثلاثة أيام جاية. نعم. هذا والله أعلم. نعم. صح ولا لا؟ نعم. زين، عن السايب وعن اللي هو قبل يعني شو كان يسوون أستاذ؟ والله أخوي الأول يطالعون أول ما مثل اليوم ما عندهم أجهزة، وهذا اللي أهلنا خبرون يعني يحطون شيء يسمونه غمازية، قياس هذا من صوف يحطونه في المحمل في التفر ولا شيء، يعطيهم الريح سرعة الريح ولا يناح حريشة ولا صلال ولا هالمسميات هذه مال البحر. نعم. هذه طيور البحر. نعم. يعطيهم اتجاه الريح، وين اتجاه الريح وسرعة الريح، شوف كيف هم اللي يأخذون الأول. غمازي يسمونه هذا الأول عندهم، يعني يطلع النواخذة نفسه هو ولا لا؟ النواخذة كل شيء يعرفون، النواخذة هم يعرفون. حتى الأسفار كبيرة، ترى هو سفر الله يسلمك على نوعين، اللي هو سفر العود وسفر قطاعة. سفر قطاع عندنا في دول الخليج على السواحل. نعم. المناطق هذه صدق. لكن سفر العود شلون ياهم ربان. والنواخذ ترى مسميات، اللي نوخذه صاحب الحلال اللي هو نوخذه، والنوخذه اللي جايبينه محطينه مثل راعي الحلال محامل حد ثاني جايبينه هذا محطينه المحمل يسمونه نوخذه جعدي. هذه المسميات قديما، ونبحنا الكل الحمد لله رب العالمين يعرفها هذه الأشياء. صحيح. من العضيات، من السنبلة، من المسميات هذه اللي يسوونها الأوليين، احنا تعلمنا من اللي أكبر عنا ونبقاهم يتعلمون. نعم، وهذا الشيء اللي احنا يهدم منه هذا المهرجان، مهرجان القفالة. أستاذ أحمد، اليوم أيضا نتحدث عن الخدمات اللوجستية الموجودة في المقدمة من اللجنة المنظمة. نعم. هل تعتمدون على العمال أو الفريق العمل بشكل يعني اللي هم متعاونين ولا من عيال النادي؟ في عندنا احنا فريق متكامل موجود في النادي، واكيد نستعين بالفرق المكونه ويانا من الجهات الحكوميه، لان دائما الفريق اللي عندك في النادي قد لا يغطي الاحتياجات اللوجستيه. انت تتكلم عن 120 يعني محمل صحيح، وعدد المتسابقين موجودين، فهذا يتطلب منا ان احنا نوفر لهم كل الاحتياجات اللي هم يحتاجونها على ارض الجزيره. ودائما تحتاج ان كل الامور تكون متوفره، خاصه انت تبغي المتسابق في يوم السباق يكون ذهنه صافي. صدق. ما تحتاج انه يكون دائما الحماس شادنه،
وتحتاج ان توفر لك كل ما يحتاجه في مكان السباق. نعم، مثل ما ذكرنا يمكن في السؤال وجابت عليه الاخت جواهر 10 ملايين. نعم. في جائزه السباق. نعم. الاول كم يحصل ما شاء الله؟ مقسمه هي تقسم على حسب المتسابقين المشاركين وتوزع عليهم ابتداء من الاول حتى اللي وصلوا لخط النهايه. نعم. بالنسبه للمشاركه والتسجيل، في هناك فرق او مجموعه، وفي هناك يمكن ناس فرديين. نعم. يعني مو بداخلين في مجموعه. نعم. هاي الشيء موجود يعني. هي نعم. هل تحسبوا الحساب؟ نعم. مجموعه، لان في النهايه هذول بذلوا جهد على عرض السباق، ان كان من خدمات لوجستيه، ان كان من اللجان الفرعيه اللي تحت اللجنه المنظمه، ان كان الناس اللي موجودين حتى من جهات حكوميه، يستحقون الشكر والتقدير على كل الجهود اللي يبذلونها في سبيل انجاح هذا هاي الملحمه. والمحامي اليوم مثل ما ذكرت محمد راشد الرميثي عنده مجموعه. نعم. اسماء العديد وبراك. نعم. براك ما شاء الله انه هو مصدر الجوائز. نعم. مثلا الطواير بعد عندهم مجموعه محامل. صحيح. انا اتكلم عن هذه المحامل لما تدخل يعني فاز واحد منهم كأنه فاز الفريق. صحيح. كامل. صحيح. الفرق الثانية أو المجموعة الثانية المحاملة الثانية. نعم. الفردية هذه خلاص معتمدة من قبل النادي كتسجيل. نعم. هي أصلاً يوم تيجي تسجل عندها كل البيانات المطلوبة للتسجيل. وحالياً استحدثنا جهاز جديد يركب في المحمل اسمه هو جهاز تعقب، يركب على المحمل تقدر تشوف المحامل من الأقمار الصناعية. حلو. تعرف موقعها وين بالضبط على اساس يوم بدايه السباق تعرف الجماعه واقفين على خط السباق وتعرف وين موقعهم حتى وين كل المحامل. نعم. ولا محمل واحد؟ لا كل المحامل، كل المحامل اللي هي المشاركه في السباق حتى وقت الخاير وقت هذا في اي وقت يظل الجهاز هذا موجود حتى يصلوا لخط وين تم برج المراقبه وين يكون او المراقبه عندنا احنا في النادي يتابعونه حتى يعني حتى وقت اقامه السباق او حتى متابعه اللجنه المنظمه يكون عندها الجهاز موجود. هذا الجهاز جربوه في احد السباقات اللي هو الجيتسكي وجربوه وحتى حركه الدراجات حول حلبه السباق وشافوا يعني حركته يعني تعرف انت وين الاول وين واصل وتعرف وين موقعه. نعم. كيف نقدر احنا كتلفزيون نستخدم يعني كربط بينكم وبين ايضا تقدرون تربطون على اساس انه يشبك مع نوضحها للمشاهدين في هي لا يعني. اكيد انت ممكن حتى يكون تم التواصل مع النادي حتى نشوف اليه الربط. حلو. مع الشبكه التلفزيونيه حتى يقدرون المشاهدين يشوفون حتى يعني حتى مواقع المحامل الموجوده. لا هذا شيء زين هذا. نعم. جزاهم الله خير يعني تعبوا لان في بعض المحامل والخشب الاول يضيع يوم ما في يضيع. نعم. اللي يصير مضبي ويجيهم الليل يظلم عليهم الوقت. صح. ولا عندهم طراد ولا عندهم حاجه ولا شيء ولا منكسر عندهم ولا مستعاب المحمل ولا يد حاجه ولا شيء. نعم. هذا خلاص سمار وتم اخذت من الماي. لا لا خلاص اليوم هذا لا لا والله ما شاء الله طمأنين هذا يعني حقهم جزاهم الله خير. هي الهدف منها انك انت تريحونهم. نعم. يكونوا مطمئنين وحتى نحن مراقبينهم على مدار الساعه نعرفهم وين موقعهم حتى لا سمح الله يمكن يتعرض لحادث. صح. او شيء من هالقبيل يبين عندنا ان هذا القارب بقيت يعني خرج عن. نعم. وحتى خيط سير السباق يعني. نعم. لازم اليوم سباق القفال انه لازم يمروا على جزيره القمر وايضا بالضبط مخيرون. نعم. وردون هذا. نعم. من سياسات خط السباق هذه. نعم. من سياسه خط السباق. نعم. صحيح. وهي تم اعلامها للكل وتم وضع اللوائح تفصيليه لهم وعارفين وين خط الانطلاقه وين خط المرور وخط النهايه. نعم. الحين بيشوفون اللي بيخاير قبل ولا شيء. اي خلاص. نعم. وهذا شيء جيد يعني. لا شيء زين هذا. شيء زين يعني اليوم انت حتى المتسابق خلاص يعرف انه عليه مراقبة من قبل. صح. أيضا اللجنة وتشوف كل حد شيء حتى تلقاه متقدم مثل ما ذكر أحمد. صحيح. المهم أنه لا سمح الله في حادث لا شيء يعرفون أنه ما تحرك ولا هذا فعملية الإنقاذ تكون سريعة. الهدف دائما مش تصيد الأخطاء. لا. الهدف نحن دائما أنه يكون السباق مقام على أفضل وجه. نعم. يعني إن كان الوقوف على خط البداية طبعا صعب دائما يعني تقدر تخلي المحامل يكون على خط البداية لأن دائما البحر يحرك القارب يخليه مبتعد عن خط البداية فبالتالي أنت تقدر هنا تقدر تقول أنا متى أطلق السباق وفي أي وقت أقدر مثلا إذا كان ألغي ولا شيء ممكن أنا وسامح لهم مياديف بعد يعني مياديف عاد هاي ما اعتقد هاي الا ان كان مدوق يعني الله. نعم. قبل كان مسموح اعتقد اول هي كان. نعم. اول. نعم. اكثر ايام الصير كله دوق. ايه. الا حين من كم سنه ما شاء. نعم. الله ولا اول يوم نحن سابج اول قبل. ايه. كل دوق
كل المحامي يقولون على بنيان فاطس. نعم. مره ماشي البحر ما يحتاج فينا هم في شيء حدوى عن الـ عن شو يعني عن الدوقه عن الدوقه فيه لكن حدواتهم هم اللي ياخذونها يوم 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 خلاص ما عندهم حاجه كنوا ال ال شو اسمها الشراع سمعنا زين يقول هلا يا مال هلا يا مال جنوا المبروك جنوا الاهل جنوا المبروك جنوا اي الله جنوا المبروك جنوا في وسط الدبوس جنوا الله جنوا المبروك جنوا في وسط الدبوس جنوا الله يا معوقل انفوس جنوا جنوا المبروك جنوا يجنونه في نوع خزان اللي هم اللي الحين وضح للمشاهدين المشاهدين الدبوس الدبوس الحين حسبانهم خلق الله هذه اللي كلهم ما شاء الله يعرفون شيبانهم يعرفون بعض الدبوس الحين هم حسبانهم الدبوس هذا اللي الحديده هذه لا دبوس الله يسلمك كلمه شنوها اللي تقولها شنوه كلمه الحين كل شيء في البحر مصطلحات بحريه ما يقولون حط الحبل شو معناته شنه يعني تحطي الحبل ايه؟ او انه بتحطي الشراع بول حتى الحبل يوم يوم يطونه يشنونه تلقاه حبل يطونه طواي عدل ما بطواي كذي حي الله شيء زين هي جنوه في الدبوس الدبوس مثل خزان عباره مكان محطاي هناك في التفر الميل هذا البحامل الكبار فيها فيهن دبوس دبوس هي نعم ولا هذه اللي فيها كاميرا هذه الصغيره هذه حق الاشياء وحق الميابر وحق الاشياء هذه يحطونها لكن شو يجنون عندهم اللي ما عندهم مسوين شقيق مسوين شقيق مسوين شرات الخيشه ومسوين لي يرار ها جنوا الحبل ولا اي حاجه حطوه في الخيشه حلو اي نعم كم من الاشياء او بالمية اللي تسمحوا لهم انتم استاذ احمد بن سحار بالنسبه للمحامل او بالنسبه للنواخذ ان يستخدمونه يعني ما يتقون وايد يعني يوصلون لرقم كبير في التطور في الأشياء الحديث الزيادة نعم ننذر إحنا اليوم تغير الشراع وتغير الدقال وتغيرت كل الأمور اللي يعني موجودة في نعم. يعني شغلات هي مو بحديثة حديثة نعم. ولكن خففتوا عليها مع كلجنة نعم. خففت يعني اليوم كل الأدوات والآلة اللي موجودة في المحمل أخف عن قبل صحيح بس ما نطلع عن الطابع الزيادة يعني خلي فيها شغلات تراثية أكيد وهذه يمكن من اللوائح الموجودة هي أكيد هاي اللوائح دائما أنت المحمل عشان يعني يمشي في البحر أكيد له وزن معين أكيد له يعني حتى الدقل اللي بيتثبت عليه أكيد له وزن على المحمل فبالتالي أنت ما تبغي تخرج عن اللي كان ثابت في التراث وما تبغي بعد تستحدث أشياء جديدة تخلي الناس ينسون التراث هذا هو الهدف من إقامة السباق أن مثل هالأشكال التراثية الأشكال المحامل تظل محافظة عليها الجبيس مسموح نعم بكل نوخذه يشلوا وياه نعم يعني في شغلات يعني مسموحه بالنسبه هي القصد منها انك تسهيل على المتسابقين ما في مشكله صحيح وين احنا ما نشوف الشيء اللي يسهل عليهم اقامه السباق نحن نكون وياهم ان شاء الله صح نشوف الالف الثاني وين بتصير زين السؤال الثاني خلينا نطرحها وحطوا السؤال ماذا تعرف او ماذا تعرف عن جزيره القمر وما علاقتها بسباق القفال ماذا تعرف عن جزيره القمر وما علاقتها بسباق القفال اللي سمع حديثنا أنا والأستاذ أحمد والأستاذ فهد يمكن اللي مركز بيعرف عن هذه الجزيرة نزيل هذه الجزيرة شو هي هذه الجزيرة جزيرة القمر وأيضا علاقتها بسباق القفال السؤال راح نطرح أو نعرض الأرقام الموجودة الآن على الشاشة هذه الأرقام للاتصال مثل ما خبرناكم أول اتصال اللي بيتصل راح يحصل أو نعم يحصل على 1000 درهم مقدمة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إذا متكلم أستاذ أحمد في تليفون يلا ناخذ ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير أخي أحمد والنور السرور الشيخ من ويانا المساء الأخوان الموجودين معاك أستاذ أحمد بن مسحار وأستاذ فهد آل علي النهام يا حيام الله ناخذ يا حيام الله الله يبارك فيك تعرفنا باسمك الشيخ وياك وليد جمع الحوسني طول بعمرك واكلمكم من تايلند حاليا خارج الدولة ما شاء الله وين موجود موجود في تايلند للعلاج يعني نقولك سبايدي يعني ولا
ليو ليو. الله يشافي مريضكم إن شاء الله وتردون سالمين غانمين إن شاء الله يا رب. آمين آمين يا رب. الله يسلمك. حبيت أقول لك إني هالسنة يطول بعمرك بأخسر في سباق الصير سباق القفال مزين. لكن العوض في السنوات الجاية إن شاء الله، ونتمنى لجميع نواق للتوفيق إن شاء الله، ونتمنى لنوخذاي سعيد الطاير التوفيق والحظاي إن شاء الله. وليد ما كلمتنا قبل أنت؟ لا لا ما كلمت ابدا، لان احد من الحوسني بعد كلمنا وتكلم عن السباق وكان ايضا يتمنى يعني التوفيق لمحمل، والله ما اذكر شو اسمه. انا سعيد بهالمشاركه اخوي وليد من الامارات، متواجد في تايلاند وشاهدنا ايضا عبر التلفزيون. اعتقد ان اليوم الوقت متاخر عندكم، الساعه 1 ولا الساعه كم؟ 12 1 الا ربع حاليا. عارفين التوقيت. ما شاء الله عليك. نعم اخوي وليد، عندك ايضا مشاركه بتجاوب على السؤال؟ والله انا متصل اسلم عليكم بس، لكن جزيره الرمل هذه جزيره القمر عفوا نعم، هي جزيره مصطنعه سووها الشيوخ يطول بعمرك للاستجمام، وشيوخنا يسيرون هناك عندهم حادقه هناك يسيرون يحدقون فيها. شو يسمونها زين؟ شو اسمها؟ جزيره القمر. لا معناها نيوش بن حنبول، هي نيوش بن حنبول هي قبر. ما شاء الله عليك يا وليد. نعم نعم. شو علاقتها بالقفال وليد؟ هي نقطة تحول السباق، يعني المحامل القوارب الشراعية هذه لازم تطوف بويات جزيرة القمر، إذا المحمل ما طاف من بين البويتين المحطيات عند جزيرة القمر صحيح. نعم يا وليد، يمع الحسني جابتك صحيحة ومعلوماتك ما شاء الله يعني عن البحر وعن القفال ما شاء الله جيدة. لأننا يطول بعمرك في البحر الله، وانت ولد بحر ما شاء الله عليك. يكون لي محملي الخاص، لكن الحمد لله على كل حال. متى رادين إن شاء الله وليد ولا مطولين إن شاء الله هناك؟ والله اليوم الوالد كان عنده عملية فري الوحدة وخلصت ولله الحمد، وباقي عقب أسبوعين العملية الثانية. الله يعافي يا رب العالمين، وبلغ تحياتنا وإن شاء الله يرجع سالم غانم. يبلغ 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 يبلغ, يبلغ مشكور إن شاء الله يا وليد. سلم على الناس اللي حوالينك. حياكم الله. مشكور يا وليد. حياكم الله. حياكم طبعا وليد إن شاء الله من ترجع إن شاء الله 1000 درهم مقدمة من نادي دبي الدولي لرياضات البحرية موجود إن شاء الله. طال عمرك المشاركة بس لسماع صوتكم. الله يبارك فيك. وحبينا نسولف عن السباق يعني. نحن اللي استأنسنا بهالاتصال يا وليد. الله يسلم. مشكور مشكور يا وليد. وأنا متلاقي وياك شخصيا لكن أنت ما تذكرني. وين حصلتني؟ وين بتلاقي ياي؟ في بانكو؟ في بنك. لا لا، في بنك دبي التجاري في فرع عجمان. ان شاء الله يوم نلتقي ان شاء الله، اذا التقينا ان شاء الله بنتواصل وياك باذن الله. الله يسلمك. الله يبارك في وليد. حياك الله شيخي. شكرا. سلام للاخوان. سلم سلم على الوالد. سلم على الوالد. يبلغ يبلغ. بلغ التحيات ان شاء الله يرجع سالم يا رب العالمين ان شاء الله. وكل مرضانا ومرضى المسلمين ان شاء الله. مشكور يا وليد. امين يا رب. امين. الله يبارك. شكرا. حياكم الله. حياكم الله. إذا بالفعل تعتبر من أحدث الوجهات الحضارية هذه الجزيرة في دبي، وتعرف جزيرة نيوة بن حنظول، وتمثل خط النهاية الأول للسباق، لأن في جوائز تقدم. نعم. في كؤوس. نعم. اللي يوصل الجزيرة الخمس الأوائل اللي يوصلون لجزيرة القمر عقب الخيرون يوصلون لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هناك يعني تقدم كمكافأة. صحيح. نعم. أخوي أحمد. نعم. نعم. ويتم. نعم. حتى فحص المحامل في هذه المنطقة. آه. قبل لا يكملون الخط النهاية يتم فحصها؟ نعم هناك يعني فيه. وهي مارة ما توقف هي مارة هي. هي نعم ما توقف. نعم. تم كمله. ولم كاس اعتقد تغضبون درع ولا شيء هنا. هي نعم في الجوائز موجودة مخصصة. نعم. يعني الخمس الأوائل يوصلون. نعم. وأيضا هذه كشغلة تشجيعية. نعم. اليوم احنا اخوي احمد لما نتحدث يبنا ما شاء الله نواخذ شباب المرزوقي ويبنا المري وجماعه التقينا وياهم. نعم والنعم فيهم. يعني تحدثنا وتكلمنا ايضا عن خبره النواخذ الكبار. هل يتقبلون الراي؟
اللي انتم تطرحون عليهم اليوم؟ تدري ما شاء الله شغله الشراع، خياطه الشراع، اليوم دخلت الاجهزه الالكترونيه في عمليه صحيح. الحاسوب الالي اللي هو الكمبيوتر، نعم. والقص وما قص والسوالف، نعم، جاهز، نعم، وشغله جديده. انا قلت لهم، يعني قلت لهم هل النواخذ يتقبلونكم؟ قالوا لا، في شغلات يتقبلونها وفي شغلات ما يتقبلونها. اليوم هل انتم في النادي ياكم نواخذ من النواخذ الكبار يعترض؟ اكيد في صدر رحب صحيح. شو الاشياء اللي تستوعب؟ احنا دائما صدرنا رحب لكل النواخذ لانهم نعتبرهم مثابه ابهاتنا واجدادنا، دائما نسمع لهم لان في النهايه هم ادرى بالبحر منا، لانه ما شاء الله انت صار لنا الحين 26 سنه في اقامه هذا السباق، سنه بعد سنه النواخذ عرفوا حاله البحر وعرفوا كيف اقامه السباق، وتعودوا على مثل ما تقول يمكن نظام معين لإقامة السباق، أو حتى يمكن الأجهزة الإلكترونية شوية يمكن ما تتوافق مع يعني اللي هم يبغون يشاركون فيه. في بعض النواخذ النادي يسعى للتواصل معهم حتى قبل إقامة السباق، لأن تعرف كل واحد له وجهة نظر من ناحية حالة البحر، من ناحية الاتجاه أو حتى خط السباق، أي أيا كانت فئة السباق، في مجموعة من النواخذ دائما النادي على تواصل مباشر معهم، لأن في النهاية هم أصحاب الخبرة أكيد. في هذا البحر، واللي نحن دائما نسعى اللي نحن نستمع لآرائهم وخبراتهم، لكن في النهاية الآراء مختلفة. يعني تتكلم عن واحد من النواخذ يقول والله اللجنة ما تسمعنا، لا، لأنهم ما شاء الله كل واحد له وجهة نظر أكيد. يعني واحد يقول لك لا تقدر تقيم السباق، واحد يقول لك لا ما تقدر تقيم السباق، في النهاية مثل ما تقول الآراء مختلفة، لكن اختلاف الآراء لا يفسد القضية أكيد. يعني مهما اختلفنا مع النواخذ، لكن يظلون يعني لهم محل تقدير واحترام عندنا، ودائما التواصل مباشر معهم في كل أنواع السباقات، دائما يعني ملاحظاتهم محل تقدير عندنا، ونحتاج أن احنا نسمع لهم فيها. نعم، لأنهم ارتبط، لأن السباق ارتبط اليوم بالبحار وبالناس 26 سنه يا جماعه، تخيل مو بشويه ما شاء الله. صحيح. اليوم حتى المناء حق المايه حق الاشياء هاي، لكن اليوم عندهم تدقيق. انت تخيل لو ما كان في سباق مثلا عندنا احنا سباق الشرع، نعم، زين، اليوم ما بتشوف الناس تتجه لان تشوف الاشراع متطور، تسوي له منجره مثلا في المكان اللي هم فيه. انا ما شاء الله صرت يعني ما شاء الله محمد بن راشد الرميثي، عبيد الطاير، يعني كل واحد عنده منجره وعنده شغل، نعم، عنده فرمه بعد نسوي الفرمه واشتغلون يعني اليوم ما شاء الله بشكل يومي. وحد ما اتكلم على القفار، لان في حتى سباقات النادي نظمها اللي 43 و22 تجديف وتجديف و60، يعني كل هذه الامور يعني انا اتكلم عن انه فيها حركه سنويه وشغلتهم شغله ايضا، مخلهم مخلتهم هم ايضا يهتمون صح. في البحر وفي التواصل وفي الاتصال في النادي، هذا الشيء الهدف حلو الجميل. شيء من المحامي تشوفهم يشتله تقول مثل الخيل ما اول ما يفتش، احنا شايفينهم مره على طول شراعه يلم الهواء مره، حتى الاوليين بعد يعرفون كيف شراع لذره عليه شراع الهواء ما يات السايب، حد كان يرش الشراع بالماي، نعم، خرسونه يخرسونه عشان سنه، نعم، عشان سبحان الله يملي ينترس بطنه. هذه فكره عند الاوليين الله يرحمهم عبد الله بن ثاني بن مرشد، وهذه قال له مره خرسه خياب الماي وصب راشد الطاير وكلبهم هذه عندهم فكره يعني. لكن اليوم الاجهزه والاشياء هذه صح يعني على طول، اول احنا اول عندنا ليت يود القمر ولا يت حاجه، حد يعرف ان اليوم الفلاني بيت يود القمر او الشمس بيت يود؟ ما يعرفون. لكن اليوم يوم الفلاني لو يقولهم اول بيقولون سحر، لا، لكن نطلع ونقرا ونكبر وهذا كبر ونيب من يبورس ما الاول ويدقون هاون هذا الحجن عليه يعني شفناه صدقه هي وذانات والدنيا ما شاء الله الاذانات موجوده، لكن هذا الحين الهاون الاشياء هذه انقرضت، لان اشياء شو يقولون بعد عاش قاتلنا بنات حور وما ادري شو يودها هذا سوالف الاوليين مثل الله يعزك الاول يوم يقولون لا تطلع حمار القايله وهذا بول الشيطان هذه كلها سوالف الاول بول الشيطان هو عرق عرق واحنا الاول نصدق لكن في اشياء نلعب 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 كره ونرد ونرقد ما نسفع فهو هي شيخ العرق ولا بول الشيطان الاول الماي الحلو هذا وين تحصله صدق اول انت تشوف هذه الفناطيس يخبرني ابوي الاول يقول يوم احنا في المحامل في البحر في الغوص في الطاس او في السفر يحطون عليه قبعه يعطونهم هذه القبعه هذه بياخذ هو يتدبغ بها يحط قرط فيها وبيتدبر ولا انا بيشربها
يعني العيشه صعبه لهم ساكنين الاوليين اكيد والله يرحمهم ويغفر لهم يعني ووصلوا لنا هالشيء هذا. نعم تقول شيء اخوي احمد؟ لا انا كنت بقول ان يعني لولا وجود هاي الاجهزه الالكترونيه يعني ما كنا منعرف ان قبلها بثلاث ايام نعرف حاله البحر. أي صح. يعني سبحان الله يعني الله اعلم بحاله البحر. نعم. لكن نعم. سبحان الله هالاجهزه مثل ما تقول تساعد نواخذ انه يعرفون حتى حاله البحر قبل لا ينطلقون، لان مرات يعني يقضون مسافة طويلة لين يزيرها تصير بنعير وآخرتها تقول تشوف حالة البحر لا يمكن إقامة السباق، فيكون ضيعوا على نفسهم وقت طويل. لكن يوم أنت عندك عندك أجهزة إلكترونية تبين لك حالة البحر ليومين ثلاثة أيام قدام، هاي تعطيك يعني يعني خبر. حتى الأثقال اليومية هذه ما شاء الله يعني قوية، والقوية الله ما شيء مثل أول يتكسرن أول ما نعم. الفرمان وهذا وايد أول يعني في استيعاب المحمل أكثر، لكن الحين قلة شيء نعم. بسيط نعم هي نعم. مشاهدي الكرام احنا أيضا عندنا قصيدة، هاي القصيدة هي أحدث قصايد شاعرنا حميد بن ديبان عن القفال 27 متى بذي عباشر نزين. لا هو بعد بيكون موجود يعطينا إياها لايف على الهواء ما يقصر ابو خليل ما دام حنا له سجله، وطبعا خرج استاذ محمد الكتبي راح نشوفه ان شاء الله. خلاص باكر طبعا عزيز شديد، من خلال جولاتنا في الدوله يعني قلنا ايضا نتجه لراس الخيمه. راس الخيمه هناك ايضا ذهبت كاميراتنا الى جمعيه بن ماجد للفنون الشعبيه والتجديد في راس الخيمه. عدنا أيضا حوار شيق مع أبونا والأستاذ ناصر الكاس، تحدث عن المتحف، وطبعا رئيس جمعية بن ماجد تحدث عن الأمور كثيرة في البحر، وأيضا عن الأدوات الموجودة عندهم في هذا المتحف اللي اعتبر أنا كنز من كنوز الأشياء البحرية الموجودة في متحف أو في جمعية بن ماجد للتراث للفنون الشعبية وأيضا للتجديف. خلونا نشوف الجزء الأول من هذا الحوار، لأن راح حوار طويل هو راح نعرضه على كذا يوم ونستفيد منه، وأيضا أنتوا مشاهدين الكرام تستفيدوا منه. خلونا نشوف الحوار والجزء الأول من هذا الحوار. من رأس الخيمة نحييكم من خلال زيارتنا أعزائي المشاهدين هذا البرنامج البحري في مجلس القفال. اليوم نحن متواجدين في جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف لنتحدث عن أمور كثيرة في التراث، ليس في التراث البحري وليس أيضا في التراث البري، ولكن التراث بجميع أشكاله وأنواعه. باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين نحن نرحب بالأستاذ رئيس جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف الأستاذ ناصر الكاس لنتحدث عن ما يحتوي أو ما تحتوي هذه الجمعية من تراث. مساك الله بالخير أستاذ ناصر. مرحبا عزيز، كيف الحال الله يبارك فيك. أستاذ ناصر كلمنا عن جمعيتكم، جمعية بن ماجد، هذه الجمعية هي نفسها تراث يعني قديمة ما شاء الله، ضمت الكثير من الأنواع التراث البحري وكل أنواع أيضا التراث البري وكل ما تشمل هذه الجمعية من تراث. فضمك كل الجمعيات ولا ما يجوز جمعية بن ماجد على كل الجمعيات، إنما الجمعيات موجودة في العاصمة أبوظبي. نعم. ودبي والشارجة وعيمان ومقيوين وراس الخيمة والفديرة. صحيح. ولكن كل مجتهد له نصيب. هذا تنافس من بين مثل طبقة التجيب مثل طبقة الترعية من كل الطبقات والكورة والتناس كل فيها. نعم. فلكن التراث مرتبط بالأملك بالبر، ولما زايد الله يرحمه غفر له لما تكلم عن التراث ما تكلم عن البحر وترك البر، أو تكلم عن البر وترك الجبل أو البيت، كلنا في بيت واحد ما قال محمد بن زايد الله طول عمره البيت المتوحد. صحيح. فنحن ما هناك فرق بين الجبل والمزارعين أو بين الجبل، والتراث متوحد، ولكن كل جمعية لها دور في التراث. نعم. نحن طال عمرك أنت عارف أشياءات الجمعية في 84 اللي هي العيالة والنهبات البحرية والأنهر وسبق التجديف. صحيح. ولكن أنا فكرت والجماعة فكروا وياي قلت ما تعالوا يا جماعة، نحن لما نتكلم المرحوم زايد ما يقصد إن بس إن نحتصد على العيالة أو الأنهر أو الحدوات البحرية أو التجديف، لابد منسوي شيء. قلت متحف لابد احنا
نهتم. قالوا كيف نجمع؟ يعني تتميزون؟ نتميز. إيه؟ قالوا كيف نجمع؟ قلت ما شيء مستحيل، من مشى في الطريق وصل. صحيح. انت دور وانا دور والثاني دور. صحيح. اللي ببايعنا مشكور، واللي بيعطينا الف مشكور عليه. ومهتمين انا سوينا متحف يعني متصغر داخل هنا، وزقنا المرحوم الشيخ صقر الله يرحمه. الله يرحمه. وفتح وجبناه كل يوم جمعي فيها ما يكفي من الحرفيين، حد يسوي لي حد يسوي جرادير حد يسوي يعني وكل. والحمد لله من عيال البلاد هذه. من نعم كلهم. من بقدر الخشب بن غانم بن عمي ناصر بن غانم عبيد بن محمد بركين سالم الحسوني سالم بن راشد يعني عدة ناس اللي هم كلهم حرفيين هذه وكلهم يشتغل في شيء ما شاء الله. فبدينا عقب قبل الضوء زاد شيء بنينا المبنى هذا. شوف انا متحف عالم البحار احمد بن ماجد وتمت نشتغل. عقب قلنا لا نسوي شعن عالم البحار احمد بن ماجد. فتخاطبنا الديوان وما قصر الديوان جاب ويانا وعطونا معلومه صور عن تاريخ بن ماجد وعن معلومات عن البحر ونصائح وقصائد عن البحر وفتحنا هذا. لان توني بسالك يعني وين حصلت المقتنيات مثلا؟ المقتنيات من كل البلاد من كل راس الخيمه من الجير وشعم وغليل وخور وخور وياي لين المنيع والحويلات كل ما بخل. نعم. حد يبايع يعني يعطي واللي بايع مشكور واللي اعطانا الف مشكور. فالتراث مو مستحيل ودوله الامارات غنيه بالتراث. صحيح. بس اليوم 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 منطقه راس الخيمه او اماره راس الخيمه. نعم. يعني تراثه موجود. لا. الناس تحتفظ بالتراث والله جزاهم الله خير. نعم موجود. المناطق الموجوده معيريض والرمس والمناطق هذه يعني ما زالت تحتفظ بالطابع التراثي التراثي القديم. نعم. قبل الآن صار عندنا اجتماع في الشارقة فحسب أنا ما أعرف لك قالوا لي 22 متحف موجود في راس الخيمة. نعم. عند الأهالي فهذا شيء يشكرون عليه واللي موجود يعني خاصة هاي في البيوت في البيوت إيه؟ بالإضافة للمتحف في راس الخيمة. نعم. طبعا هذا يوم من فراغ إلا بجهد الشباب والجماعة والمتعاونين لأن قد يكون شيء من تراثنا ما تواجد لكن نقبض اللي باقي يقول. نعم. لا تحط الحبل العقار بيسمر لا يود. فالتراث موجود بس يبغي اهتمام. نعم. احنا اليوم جمعية بن ماجد الاسم يتكون من شغلتين يعني الفنون الشعبية والتجديد. ابو في البداية. البداية. نعم. يعني مثل ما ذكرت انت قصة البداية كانت بالحدوات وبال النهمات التجديد. ايه؟ ولكن طورنا علشان نجذب الناس ونعلم الشباب والشابات ونعلم المقيم على دولة الإمارات شو موجود في الإمارات. نزيل. قبل هذا التجديد شاركوهم خلال سباقات الموجودة. نعم شاركنا من يوم زايد الله يرحمه كان السباقات تبتدي وين من دائرة الكهرباء وين هذا في راس خيمة في ابو ظبي بناك بدأت المسابقات أول من مين السياحي حيدا لين كاس الأموات لا أول هنا خور البغاله هنا تبتدي خور البغاله. نعم هنا السباقات تبتدي. وعقب؟ عقب انتقلت الى برا عقب الحين رجعت الى اللي يسمونه المول هنا عند المول هذا. نعم. زين المشاركات هاي مالكم البحريه انتم بس تقتصر على التجديف ما شاركتوا في مثلا انكم تشاركون في سباقات القفال في الشرع؟ لا ما شرعي ما تميزون فيه؟ في عندنا ناس يشترون من يشاركون في بضع وجبه لكن كان في راس الخيل ما سوينا خشب. خشب اللي عندنا موجود كله تجديد. هذا القارب موجود شارك في دبي بظل ربع 40 فوت اللي برا 30 فوت شارك في دبي. شو نتائجها؟ هذا من عشان اربع مرات جاب الاول اربع مرات الشيخ سعود الله يطول. الله. نعم. زين هل معنى ان ما تشاركون في الشراع شغله مكلفه؟ مكلفه شو؟ وتبغيه عامل اكثر. نعم. لان نشوف احنا نشوف يعني اذا جينا دبي وابو ظبي نشوف هناك في يعني كل واحد عنده منجره يشتغل. ايه وهو اللي طبعا الخشب اكثر ما يكون تنشر في ابو ظبي ودبي خشب الشرعي. زين اما هذيل عندنا في راس الخيم وموجوده في دبي والشارقه والعمان يا شباب. شو الشغلات البحريه تميزكم في الجمعيه؟ والتميزات البحرية اللي مثلا اللي هو التراث غير التجديد نتكلم عن الادوات الموجوده. الادوات الموجوده تراثيه. ايه؟ يعني الغيث قبل لما يغوص قد يكون الناس ما يعرفون شو الغيث ياخذ ولا يضع. يتميز ست اشياء الغيث. اول شيء البس رفطان الغيث اذا غاض بعدين الخباط اللي هو مصنوع من يرد الغنم
منه خمسة ومنه خمسة في الإبهام واحد من علشان غير ما بيطلع من الروح يضغط قبلين حتى يأخذ. نعم. بعدين استعمل الحصى مع الزيبن، الحصى اللي توديه لقاء البحر والحب اللي فيه يسمى الزيبن. زيبن تنزل. نعم. الدين اللي هو هذا الدين في حبل يسمى إيداء بالإضافة إلى الشمشور. يعني ما يلبس وزار، شمشور خفيف من قطعة يعني يمكن أرفع من هذا. صح. هو خفيف عليه. ولو ما يكون لبس الأبيض وإلا أسود ولا يحطوا له لونه بلورة اللون حتى يكون يقتم اللون الأبيض عن الأبيض. في بالإضافة إلى الساس اللي هو اللباس الغواص. هذا اللباس الغواص طبعا الغيث لابد يأخذه لبستين أو ثلاث. إذا ياهم الدول في البحر نقول دول أخوتي يسمونه غندي البحر. إيه الدول. هذا الدول طال عمرك مؤذي خاصة هالأيام. أي وشبابنا يقولون إذا كثر الهمبة يزيد والله الدول. طبعا إذا غاصوا وشافوا اطلعوا كلهم إنه خذ يسألهم يقولوا ما مشت قالوا له شفنا أدلوا لب ركبوا قالوا ملبسوا البسوا بس ما طال إلا العين حتى يشوفوا المحر. ثم ساعتين ثلاث ما مدي المد أو الجزر عنه يوم خل وصحوا خلوا هذا احتياط عند الوالد هذا الغيث يتميز عنه. زين. بالإضافة بعدين إلى المفلقة اللي هي طبعا قدم الناس يقول يقارن بين المفلقة والستين. لا المفلقة مفلقة على الستين. صحيح. من حديد مفروصة لها وفيها منصب من خشب هذه مفلقة للمحار. أدوات الغوص اللي هي مثلا المشاخ اللي يدخلوا بالمحار يعني من الكبير والصغير لين آخر شيء يسمى السحديد. هذه كلها بالإضافة إلى أدوات الأخرى في الغوص مثل السن يعني مثل هذا السن موجودة يعني. الغوص ما يستعملون في بابرة أو أنير هذا السن من حصة يبونه من جزيرة الضم أو من أي جزيرة وفصلونهم ثم السن. نزل. وفي أفضل كل هذه الأدوات تعرفون فيها الطلاب المدارس في زيارات تجيكم مثلا مدارس يمكنكم الجمعية. نعم والله باستمرار المدارس يجون وأكثر ما يكون يسألون عن الغوص عن أدوات الغوص. هناك في شيء مثلا الغوص في أدوات الصيد يعني قبل ما كان نحن عندنا السيم بكثرة يستعملون يريد النخل. إيه صحيح. يستعملون العسك مع النخل اللي هو يستفيد فيه الرطب يأخذوا العسك وسحطونه وطلعوا منه حق الجراجير يقولون من حق الصيرم يحطون في الصيرم يطلعون حق الكيسة يعني كل شيء من النخلة. أنا جمعت من النخلة الوحدة هذا معرض سويته سوينا معرض 130 نوع نخلة الوحدة مش نخلة كده. نعم نخلة الوحدة تعطي 130 نوع 163 نوع 163 من غير البسر والخلاط والرطب والمحقب والدبس ما شاء الله. نعم. يعني نخلة حتى نحن كنا ناخذ الشوت مع النخلة ابن عوامل نحن عندهم عوامل حط افتحها حط فيها الخيط وخيط العامل يغلل من نخلة من نخلة اليوم والله حين عيال يوم عقل خلة هي من عقل خلة هي هم صدقك هي يعني وشربنا وطلنا متعدنا صدقك. وتلحفنا منها يعني 163 نوع من أدوات الصيد والبحر وغير التمر غير هذا هذا هاي النخلة هذه نعمة من الله الحمد لله فيجب علينا نحن نكرب نخلة مثل ما كانوا من أنفسنا الحمد لله. نعم لا. حتى الكلبان يحطون قبل يوم يقول قرقول شو هذا علم معنا يقول كرفة عليها القرقول عود لكلبان يحطون عليه ثلاث كرب ما تسمون كبار أكون إعلان يعني النخلة لها دور بالإضافة إلى أدوات الصيد يعني السيمي أنا فيه ما بعد لكن كل الجراجيل اللي كانت تصنع من النخل من النخل حتى مثلا نحن مثلا الأيام إذا خلص البيض ويدوا النخل نحن أصحاب الأوامل لما يطرشونا نقط العسك هذا زي وين أحسن حين السيم ولا السيم يطول لكن الصيد احسن القرقور القرقور اي نعم اخذ العسك هذا من جماعه نحن قبل كل يوم شفتوا قرى الصين احنا فريجا يسمون فريجا العلي ويانا البحر 56 في الليل وانتقلنا من هناك قسم من قسمين حصر سيدرو حدينا ناخذ هذا العسك حفور ويفرح فور لفوري كذا يكتب بس ما يحفر ويفرح ويوف هذا العسك ما النخل حطوه في عيش النفرة ويدفنوه ليش؟ يخزنون حمتة ما احتاجون أساس إنه ما تأكل الأرض سبحانه يوم يحتاجون عكشار مثلا طلعوه يندفن يعني أو شيء يندفن يدفنون في البحر في البحر على الماء تمح ملحة زين يوم في ماء غمرته يوم يحتاجون حفره من البحر كيف يت الفكرة هاي عندهم ما شاء الله وين يتم هاي الفكرة والله سبحانه خذوا هذا العسك مثل دقوه بس قدم مثل هاي
سووا الحبال من سووا اي اللي شر سووا من الجرادي وردت منه اللي انا خلص انا من ما تخيل لو بتن 30 40 سنين ما يعود ابدا سبحان الله الارض ما تاكل عسل ما نخلص هذه الامور سبحان الله يعني تعبوا فيها الاوليين وايد تعبوا لكن بس فكروا عندي افكار فكروا العسل ما نخلص نصبوه في البيت في البحر نصبوه في الجراجير صدقك نعم يعني كل شيء يسمونه عسل نعم عسل للبيت التنظيف له وعسل نصبوه في الجراجير يوم يطلعون قردون مثل البحر نعم السباقات اللي تستوي في الدوله ابو ناصر مثل سباق القفال تتابعونه؟ طبعا هذا سباق القفال يعني هذا بنصير من عير يبتدي اخر يعني هم في الربيع او في دبي يسمون 5-6 لكن اخر شيء يسمون قفال القفال هو عزونا احنا في الغوص في شهر 10 لكن قفال الغوص مو من هنا مو من هنا وين؟ لا قفال الغوص من الهيارات من الهيارات الموجوده ايه؟ بقول لكم شيء الغلان والغروع والبخوش رييده هناك يبتدي القفال يعني غطوا 3 أشهر لان الغوص 4 فترات هو الغوص الصيف الحين لان احنا القفال قفال السباقات لأن مو إيه إيه لأن هذا موسم سباقات تجديف أو الشرع فهذا يعني الشيخ حمدان الله يحفظه سمى يعني كختام السباق إيه نعم الشرع كقفال غوص لا من اللي هي عارف في ناس عنده معلومة أن كل السنيار هي عند الجيزة تصير ويقفلون لا الهير القفال من الهير قد يكون أنا وياي خاطر 15 على هير الفناني ثانيا وكل إمارة لها سرداب. سرداب نعم. يعني مثل بضالي أعتقد جملتين. من يعني السرداب المشهورين في رأس خيمة. يعني بعطيك أنا. تعطيني من بضالي لين. من بضالي أعتقد جملتين. إنزين. دبي مع عبد الله نملح معروف سرداب. الشارقي الحامور وقريزي اثنين إذا ما حضرها إيمان بن كلي. وين؟ خلب من السلطان خلب من السلطان واصل خيمة سيب بن يبر الزعاف هو سرداد يعني هذه لو حلو قفر راعد بي على راس خيمة طلع سيب بن يبر متسف العلم حتى ما روح الوالد خذني أنا ما روح الغوص الغوص على شتية في البحرين وياه وري سما كثير وطلع الدان للمغرب من الحمرية سلم أشواره خذ السلام البارد عنه قالوا خالي متى رجع فلوس؟ يعني إن شاء الله باتت يعني يا الله باتت يعني شو واجه حين ليه باتت ما نخيص يا ما الدرس طبعا كيف بن يبر هكذا يبغي يتأخر شوي هذا ايش قدومي هذا هو من يجف بربح والظهر ما قفل والله يوم الظهر هو ينتظر يصلي الظهر جم والعصر والظهر ما يقصونهم بس يوم عاد بالظهر عق العلم يعني صار يحكون عارف الإمارة لها خلاص حط العلم القاصة تاري يخذوهم من نص القوة هل لا 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 إلا الله عق الإعلام في شبه قفوا يو إلى دبي يو دبي نزل باعوا هذا غوص العود هذا غوص الصيف لا مثل هذا ما بالزامي لكن غوص الشتاء اللي هو شهر 10 هي هذا الزامي اذا انا ما اخذ عندك انت في ايام الشتاء سبحان الله لازم يعتاد ياخذ من ناخذه الموسم يا الغوص انا ولا اسلم والا اللي بياخذ يسلم عنه صح هات نعم خلص العود وقفله هاتوا في دبي اترك ما حد مقبوله قال من ناخذه حد بيرد ردك هذا عاد مو باختيار اللي يبغى بيرد رد ويا ناخذه والما بتذاك لو خشل يسمونه هم من المياه والسجن ينقلب من دبي إلى الإمارات وبالعكس نعم اللي يبغى يروح واللي ما دم وردوا قالوا لو بيع 20-25 شهر الرد بدا عاد الشتاء يتقرب الغرب إذا المحمل فيه 40 غير 20 يدفون يدفوا على الظهر يسمونه مثنى انزين و10 20 في البحر يوم كم 9 دبات بقر ولا متولم من اللي فوق انزلوا عليهم اركبوا اللي في البحر زين قاطوا تقفلوا بعض يا ولدي بدا عاد الشتاء يدخل بك لكن ما شيء بديل ولا الغوص ولا الصيف بس ولا الشهر هذا هو عقب ما حد قال ما حد بير الدر ارديني بس 20-25 ردوا مستاجر بدا البرد يدخل كم 30 قيس 20 فوق 10 في البحر ثم انا ما زلت مثلوثي قبلته 10 وردوا ردوا 10 خلص بالعكس لين انا
كم يوم كم خمسة قفلوا حتى البرد والمطر ينزل باعوا قفلوا ويوم راح الدوابي في الدوابي وراح بالعوامل والعوامل وإن بيصير السفر اللي خشب بيت الحر مثل حب البيض الحر خشب من الإمارات إلى وين؟ إلى البصرة. البصرة 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 ينقل التمور نعم. منو من المشاهير أو النواخذ المشاهير معروفين في رأس خيمة؟ على الخشب والغوص يعني الخشب والغوص والله زعاب لهم هم الزعاب نعم وراس الخيمة فيها خشب غوص ومعريض فيها خشب غوص والرمش فيها خشب غوص نعم زين خلنا احنا بوي بناصر هذا المكان الجميل الحلو نتمشى أنا وأنت ونعرف أيضا المشاهدين على الأدوات الحلوة الموجودة عندكم ونعرف المشاهدين فيها شو رأيك؟ يلا بسم الله تفضل الجهاز توني جاي من راس خيمة ما قلت أنا حق ناصر تمشى شوية في الجمعية تعبت يعني هذا الجزء الأول الجزء الثاني إن شاء الله راح ينعرض باكر خذنا لفة أنا والوالد سيد ناصر الكاس رئيس جمعية بن ماجد للفنون الشعبية و تجديف وصراحة يعني استمتعنا بالأجواء الجميلة كان تقريبا التسجيل من 3 أيام يعني رحلة جميلة التصوير كان حلو راح إن شاء الله نتعرف على أدوات البحرية الجميلة وأيضا الأشياء الفخاريات القديمة من أيام البرتغاليين أيضا موجودة في هذا المتحف الجميل أو في هذه الجمعية اللي يعني عنده كنز كبير للناس تتعرف عليه وتشوفه وأيضا تزور هذه الجمعية للتعرف على الأشياء القديمة الحلوة اللي هي يعني الأدوات البحرية وغير البحرية الموجودة في هذا المتحف وأيضا عنده متحف باسم بن مايد يمع بن مايد لا يمع لا سيف لا هو بنشوف إن شاء الله باكر باسم بن ماجد خلاص ما عليك نطرح السؤال نزيل. السؤال الثالث على اساس ان احنا ليزاتنا الحمد لله جايبينها من نادي دبي الدولي للرياضات البحريه جائزه يعني مقدمه هي طبعا هي الهدف منها مو بالجائزه والهدف منها التعريف مثل ما تعرفنا على جائزه السباق الاول كم كانت لمليونين وعقب السود 10 ملايين السؤال الثاني اللي جاوب عليه ايضا الاستاذ وليد من تايلاند من الامارات وطبعا موجود في تايلاند الله يرد اخوه سالم اللي هي عن جزيره القمر وعلاقته بسباق القفال هذه كلها معلومات والسؤال الثالث يقول خلينا نحط السؤال الثالث هذا السؤال الثالث البلوله جزء من في السفينه فما هي موجوده في مقدمه السفينه هذه البلوله شو هذه البلولة وأيضا موجوده أو جزء من السفينة وايد مصعبين رفعت وايد صعبت السؤال على المشاهدين إيه أنت عارف البلولة ما شاء الله عليك معناها إيدي البلولة يلا المهم الاتصال على هذا الرقم اللي بيتصل بيحصل تليفون جاهز انزين قول الو السلام عليكم وعليكم السلام بنت السويدي بنت السويدي لا بنت البلوشي ما شاء الله عليك اسمك ريحانه محمد عيدي مره ثانيه ما سمعتك ريحانه محمد البلوشي من وين ريحانه من عمان دار الامان هي. عمان ريحانة ضحكوا علي في الكنترول عبد العزيز بس ريحانة شو اللي جابه عيد السؤال
حطوا له السؤال. هذه على الشاشة، تشوفين الشاشة ريحانة؟ هيه البلولة جزء من أجزاء السفينة. يمكن الشيء في السفينة لوح يحطونه؟ هو شيء جزء موجود في السفينة. شو معنات أو وين مكان البلولة هذه؟ ممكن تساعدوني؟ ما أقدر أساعدك. أيبلت صورة السفينة هذه. خالد يساعدني. ها؟ الوالد خلي يساعدني، أنا آخر مكالمة. ما أقدر. خلي يعطوني خيارات. ريح. ما عندنا خ... ها؟ ها؟ الجالبوت هذه في بلولة. الجالبوت في بلولة؟ هي هي نعم. ها نكمل ياها؟ الجالبوت في بلولة. الجالبوت هي البلولة. هي لكن وين البلولة عند هذه؟ وين موجودة؟ ها؟ يلا وين آخر السفينة. هني؟ هنا؟ هي آخر شيء في الصدر ولا في التفر؟ مشكورة يا ريحانة. شكرا يا ريحانة. إجابة خاطئة. نأخذ اتصال آخر. ألو ألو، نخليها اللوحة هنا. هي خلي يشوفونه ما علي. ألو، هذا مشكلة. ألو، لا ما عليك بنرتبها. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. منو يانا؟ بشارك جمعة سيلة طاير. جمعة؟ جمعة طاير. لا بعيد الاسم أخوي. جمعة؟ جمعة سيلة طاير. سيلة طاير. ها جمعة؟ نعم. البلولة؟ البلولة؟ إيه. ما في اختيارات؟ ماشي خيارات للأسف. مشكورين. ها هي معين بحر الطواير. والله ما أعرفه والله. مشكور يا جمعة. سامحنا عادي. مشكور غالي. عندنا اتصال. قلت لك هذا سؤال صعب. ألو زين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخوان يا اهلا وسهلا فيك. من الريال وياك. علي معيوف. ما اسمع عدل انا ابوي. منو؟ علي معيوف. علي معيوف وياك. من وين علي معيوف؟ من هالبوابه طال عمرك. والنعم علي حالك. النهام فهد يقول لا هذا اللي بيجاوب. علي بيجاوب. ايه نعم. انزين عرفنا الغالي الشيخ علي. طال عمرك هذه قطعة تأتي في مقدمة السفينة الدولية. وين احنا متداولين هذا الاسم يعني؟ ركزوا على الصورة هنا. وين موجودة؟ استاذ هاشم. في مقدمة السفينة تأتي قدام الميل. هنا وين؟ هنا؟ هنا عند قدام البومية يأتيك الميل مقدمة. اوكي هاي البومية. هذه البومية. انزين. لأنك البومية. هنا قصدك؟ هنا؟ هي نعم. هي نعم. زين شو وظيفته؟ قدامها شوي. قدام شوي بعد. هنا قدام لا هي نعم. شو وظيفته نزيل البلوله؟ ما اسمعك. شو وظيفته يعني؟ ليش يستخدمونه؟ اللي هي حق السن. صحيح. هي بكره طبعا. هي نعم هي بكره تستخدم حق السن. نعم مشكور. نعم مبروك يا علي معيوف. الله يبارك لك الخير. مشارك في السباق. البرنامج الطيب. مشارك في السباق. اي نعم ان شاء الله باذن الله. عمر خذ الالف مالك هنا في نادي دبي الدولي للرياضات البحريه. حاضرين. تستاهل يا علي. جزاكم الله خير. مشكور. وهي مرضى فيهم. مشكور يا علي معيوف. جزاه الله خير من ابو ظبي. زين عرف الناس وال البلوله عليه ما قال هو. ايه هذه البلوله. اي نعم هذه. ايه. هذه هي. القصير هذه اللي عند حذاء الدستور هذا. ايه. ها هذه الله يسلمك تحط فيها ينزل فيها بكره. البكره اللي هنا. ايوه حد يقول هذه ناليه صغيره. انزين ناليه. ايه. لان دحروي هذا بس هذه مو بكره كامله ناليه مالها. دحروي شرات الخشب. ايوه خشب. ايوه هذه انتي انتي ولا وحده؟ البكره الله يسلمك وحده. ايه. البكره. ايه. التي فيه بعض من البكرات فيه التي ثنتين. ايه. وفي الميحاله حق الطوي غير هذيك
هذه تي في في الخشبه هذه هنا شوف في الخشبه هذه إيه نعم في الخشبه في الراس هذه في الراس عند البوميه هنا ايوه عند البوميه شوي طايفه من البوميه ايه؟ حتى السن ما يضر الميل الصدري ينزل ينزل الباوره ولا السن ينزل على طريقة هذا البلول هذا هاي اللي هنا ايوه مثل ايه هاي اللي هذه ايه هذه على ما تشوفها هذه ينزل أيوة. ينزل هني احنا هنا ها محط هاي لو ايه. بينزل بينزل نعم. مني بينزل في البحر نعم ايه. مشكور يا فهد لا لا استاذ احمد بن مسحار انا اشكرك على هذا التواجد تسامحنا طولنا عليك بالعكس الاسئله شوي يمكن يعني احنا تعلمنا حتى من هالمصطلحات البحريه احنا ما شاء الله انا اقول انا اهاليكم ودنياكم اصحاب هذا نعم. الشيء نحن حتى نقترح نحن نعم. نقترح في النادي ايه. انه يكون يعني حتى طلبه المؤسسات التعليميه نعم. يتعرفون على هاي المصطلحات البحريه حتى يعني حتى ينقلونها حتى لاجيالهم نعم بقاني. مشكور استاذ احمد بن مسحار رئيس مجلس اداره نادي دبي الدولي للرياضات البحريه الله يطول اشكرك على هذا التواجد وجزاك الله خير والله يوفقكم ان شاء الله خلال السباق الجاي ان شاء الله وما شاء الله عليكم يعني الحب والتفاهم ما شاء الله ويا البحاره اكيد نعم. الحمد لله جزاك الله خير مشكور الله يطول عمرك ايضا اخوي فهد العلي جزاك الله خير جزاك الله خير مشكور ونلتقي ان شاء الله باكر ما قصرتوا اذا اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه اشكر الاعداد رفعت بحيري وايضا الاخراج محمد الكتبي وايضا من الانتاج فيصل والاخت ايضا المشرفه عاش النعيمي وكل طاقم عمل برنامج مجلس القفال اللي يبث من هنا مباشره من نادي دبي الدولي للرياضات البحريه هذه تحياتي انا احمد عبد الله تشوكا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ملتقانا ان شاء الله باكر في نفس هذا التوقيت الساعه 9 مساء على دبي الرياضيه الى اللقاء وإن شاء الله ضمر الله يصير وإن شاء الله ضمر الله يصير يا لو يا لا بالتيسير يا لو يا لا بالتيسير وإن شاء الله ضمر الله يصير وإن شاء الله ضمر الله يصير يا لو يا لا بالتيسير يا لو يا لا بالتيسير وإن شاء الله ضمر الله يصير وإن شاء الله ضمر الله يصير ومن مدرك علينا سمعت خطبنا ومن مدرك علينا سمعت خطبنا يا عم بسمي